لم يقف العمر حاجزا أمام مطلق العتيبي الذي يبلغ من العمر 70 عاما. حصل على براءة اختراع دولية من ألمانيا، وذلك في ابتكار طريقة للشحن الذاتي للسيارات الكهربائية. الموهبة هذه بدأت معي منذ الصغر، من قبل 20 عاما، وأنا أحب الموهبة وأتابع البحث العلمي، ولكنها نمت أكثر فأكثر حينما افتتحت مؤسسة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فزودونا بالمطبوعات وفتحوا المعارض وأرسلونا للمعارض الخارجية، فزاد لدي الحماس وزاد لدي الرغبة وزاد لدي كذا. يهدف الاختراع على تطوير نظام شحن المركبات الكهربائية بالطاقتين الحركية والشمسية لتوفير كفاءة عالية بتكلفة أقل. براءة الاختراع تتعلق بشحن بطاريات المركبات الكهربائية. السيارات الكهربائية صنعت في الغرب وفي الشرق ولم يكن فيها شحن ذاتي، فكلما تنتهي طاقة البطارية لابد أن تبحث عن محطة شحن، ومحطات الشحن غير متوفرة، وتوفيرها يحتاج مليارات من الدولارات، وسيارة بدون شحن ذاتي تلقائي لا تعد سيارة ولا تحقق منفعة. لم تكن شهادة الكفاءة عائقا للابتكار، فالقراءة ثم القراءة جعلت من العوائق سرابا في طريقه. سعود بن أبجاد لقناة الإخبارية، الرياض.